توفيت الممثلة الشابة أوها إنهاي اليوم عن عمر يناهز 36 عاما وسط حزن وصدمة كبيرة في الوسط الفني. ووفقا لما ذكره تقرير حصري من صحيفة ديسباتش، فلقد عثر على الممثلة الشابة أوها إنهاي وهي في حالة حرجة الساعة 5 من صباح هذا اليوم بعد محاولتها الانتحار. صديقتها هي من عثرت عليها فاقدة الوعي واتصلت بالطوارئ، وكشفت الشرطة أن أصدقاء الممثلة قلقوا عليها بعد أن حاولوا الاتصال بها أكثر من مرة ولم ترد عليهم. قلب الممثلة كان متوقفا حين وصلت الشرطة إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وعملية إنعاش القلب، ونقلت على الفور إلى أقرب مستشفى. وعلى الرغم من أن الممثلة قد استعادت نبضها وتنفسها للحظة قصيرة، إلا أنها لم تتمكن من استعادة عافيتها تماما وتوفيت في النهاية بسكتة قلبية. وقالت الشرطة أن الظروف المحيطة جميعها تدل على أنها توفيت منتحرة، لكنهم لا يستطيعون الكشف عن أي تفاصيل بعد بما أن التحقيقات ما زالت جارية. هذا الخبر أتى صادما لمعجب الفنانة الشابة، حيث أنها بالأمس فقط كانت تتواصل مع معجبيها قائلة بأنها كانت في موعد وتمنت لمعجبيها أجازة نهاية أسبوع سعيدة. رحم الله الراحلة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وزويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله.